الكتل السنية أيضا انقسمت على نفسها، بعضها ذهب مع التحالف الثلاثي وبعض الآخر ذهب مع الإطار التنسيقي، وبالتالي أيضا القوى السنية السياسية السنية أيضا هي مشتتة. وهذا هو الموضوع اللي أريد أن أسألك إياه. دائما الحديث عن هذه المرحلة الحالية، تكوين الحكومة واجتماعات البرلمان وإلى آخره، يأتي الحديث عن القوى السياسية الشيعية والقوى السياسية الكردية. السنة وينهم ضايعين؟ وين راح؟ ما لهم يعني؟ الا تعتقد بانهم يعني هم ربما حفروا قبرهم بيدهم عندما تشتتوا هكذا؟ نعم. اول شيء، في بعض الامر كانت القوى السنيه مجتمعه ونجحت في الحصول على منصب البرلمان. كما قلت، اذا احدى القوى ضمنت موضع قدم في الحكومه القادمه فانها قد تتفكك، وهذا ما حصل في الكتله السنيه. ضمنت ما تريد والان تفكك، والان باعتقاد انها تلعب على التوازنات، فانها انها لا تريد ان تخسر الاطار ولا تريد ان تخسر التحالف الثلاثي، وهذا شيء يحسب لها. ردا على سؤالك، لما القوى السنيه الان ضاعت؟ القوى السنيه خسر، لو يكون واضح ونتعالى على ما يسمى الطائفيه، القوى السنيه خسرت المعركه امام ما يسمى القوى الكرديه والقوى الشيعيه. القوى السنيه منذ 2004 قاتلت، سواء كانت سياسيا او عسكريا عن طريق بشكل لا اذكر الصيغه، ولكن قاتلت، ولكنها خسرت المعركه في اخر الامر. وما زاد الطين بله على الكتله السنيه هي ان الدول المجاوره التي كانت تعول وتدعم هذه الكتل قد انسحبت والان تدعم المكونات الاخرى. بلى، ولكن باعتقاد ان الكتله السنيه قد فهمت الدرس ووعت الدرس، والان في طور التشكيل. ما زالت ضعيفة، ولكن أعتقد في المستقبل سوف تكون رقم صعب.